حطتنا التالتة النهاردة بنزور فيها محافظة المنوفية. محافظة المنوفية اللي كلمنا عنها معالي المحافظ قبل أسبوع وقال إن المحافظة بتشهد طفرة في جميع الخدمات. عملتوا إيه يا معالي المحافظ في المنوفية؟ قال عملنا صرف صحي وعملنا شبكات مية وعملنا طرق ومواصلات وعملنا بنية تحتية ومدارس وعملنا مستشفيات وحدات صحية. التغطية الخدمية في محافظة المنوفية حسب كلام سيادة اللواء أبو لمون خلال الثمان سنوات اللي فاتت تجاوزت 99%. 99% ده كلام اللواء أبو لمون عن تغطية الخدمات في محافظة المنوفية. لكن الكلام ده موجود على صفحات الجرايد. تنزل بقى الأهالي المنوفية تنزل تشوف حال الناس في التعليم والصحة والأمن والمواصلات ومية الشرب والصرف الصحي، تلاقي ان احنا بنتكلم عن مواطن تاني غير المواطن اللي بتتكلم عنه المحافظة او المواطن اللي شايفه معالي الوزير او معالي المحافظ. تحس ان بعض المحافظات ومنهم محافظة المنوفية سقطت من حسابات المسؤولين. لا انا اسف، بتكلم عن بعض العزب والقرى اللي الدولة ما تعرفهاش، السادة المسؤولين ما بيشوفوهاش، ومنهم عزبة استباري مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية واللي بيشتكوا بقالهم شهور من مية الشرب. تخيل نبقى في 2022 ولسه لحد النهاردة ناس مش لاقية مية شرب نظيفة أو مية نظيفة يشربوها في الوقت اللي المحافظ بيقول لنا 99% تغطية مية الشرب في محافظة المنوفية. شوف الفيديو ده، واحد من أهالي قرية استباري هو بيفتح لحضرتك الـ بعض الأجهزة وبعض المواسير بتاعة المية وفلتر المية اللي بينزل طينة بيشربها المواطن بقاله سنين والبلد مش فاضية، حكومة مش موجودة، الإنفاق والفلوس والدولارات والملايين بتروح في حتة تانية، لكن صحة المواطن مش مهم خالص. نتابع. مش حكايه لسه رضا، ده الشغل بتاعها، حتى لو بتغير كل اسبوع هتعمل حضرتك نفس الشغل. رسخ ايدك. طفل بكل براءه بتقول له هتوسخ ايدك، ما يعرفش ان دي الميه اللي بتخش في جسمه وجسم عيلته وجسم البلد كلها خلال الفترة اللي فاتت. معايا فيديو تاني لمواطن تاني من نفس القرية، هو بيورينا الشمعة بتاعة الفلتر بعد أسبوع واحد بقى شكلها عامل ازاي. نتابع. الشمعة ديت احنا الأول في قرية استباري الشمعة ديت متغيرة على أسبوع. تعالوا دلوقتي شوفوا الماء اللي احنا بنشربها دلوقتي الكل هي بتشير عشان الشمعة دي. دلوقتي الشمعة منظرها اهو، اتفرجوا يا جدعان اهو، على الصباري اتفرجوا شوفوا الطين، كمية الطين قد ايه وكمية البلك قد ايه، مية تحس ان هي مية مجاري، مجاري طالعة من على البداية. دي الشمعة اهي اهي اهي، وفي الآخر يجي يقول لك ايه انت عليك 200 جنيه مية و100 جنيه مية، ادي المية اللي بنشربها يا جدعان. تو ربنا فينا، تو ربنا فينا كده. فشل كلوي، فشل كلوي، فشل كلوي، فشل كلوي، محدش سأل عننا. النسبة الطبيعية للملوحة حسب بيانات وزارة الصحة المصرية للمياه الصالحة للشرب المفروض لا تتجاوز 50 درجة. 50 درجة أعلى من كده تبقى المية دي غير صالحة للشرب وتسبب أمراض. لكن الصورة اللي قدام حضراتكم دي لمقياس الملوحة في أحد المنازل في قرية استباري بالمنوفية، والمقياس زي ما أنت شايف كده 391 درجة ملوحة، ده يعني فوق النسبة الطبيعية بثمان أضعاف. عندنا طلب إحاطة مقدم من أحد النواب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب عن منوف والسادات، بيطالب البلد اللي عمالة بتوزع ملايين وعمالة تعمل دعاية حكومية وبروباجندا وإنفاق بالمليارات على البنية التحتية في المحافظات، بيطالبهم بحل مشاكل مية الشرب والصرف الصحي في المنوفية. الكلام ده كان إمتى؟ الكلام ده كان في أغسطس
اللي فات، ولكن طبعا لا حياة لمن تنادي والبلد مش موجودة. اجي اقول لك بقى المحافظ كان بيقول لنا ايه، الدعاية الحكومية والفلوس اللي بتندفع تحس انها فلوس جاية من قمار او اجارة غازية عمالة البلد بتدفعهم على البنية التحتية والنتيجة صفر. خلال 7 سنوات تنفيذ مشروعات مية شرب وصرف صحي بالمنوفية ب 600 مليون جنيه. ده كان كلام الدكتور مهندس محمد نجيب رئيس شركة المية. الراجل بتاع شركة المية قال في 7 سنين دفعنا 600 مليون جنيه. لكن معالي المحافظ ما ينفعش يتكلم بالمليون على طول كده، ايه يكلمنا بالمليار عن نفس المحافظة في نفس المجالات. محافظ المنوفية إبراهيم اللي هو إبراهيم أحمد أبو لمون بيقول 6.5 مليار جنيه استثمارات قطاع المية والصرف الصحي خلال 8 سنوات، لكن حال المواطن زي ما حضرتك شفته. درجة أن المحافظ طلع قال لنا أن المنوفية بتشهد طفرة هائلة في قطاع مية الشرب والصرف الصحي خلال الفترة اللي فاتت، وقال الحمد لله رفعنا كفاءة الصرف الصحي ومية الشرب بإجمالي 15 مليار جنيه. 3 أرقام لنفس المحافظة، رقم طالع من راجل متخصص المسؤول عن المية، مية الشرب والصرف الصحي، بيقول صرفنا 600 مليون، المحافظ بيقول 6.5 مليار في أحد المقابلات، في مقابلة تانية قال لك 15 مليار. تحس إن البلد دي فلوسها سايبة، محدش بيدور. السادة المسؤولين في بلدنا ساقطين حساب، ما يعرفش الفرق ما بين المليار والمليون، والفرق ما بين الرقم 600 مليون و 6.5 مليار و 15 مليار، وهي أرقام ومحدش بيدور ورانا. أرقام زي ال 80 مليار بتوع مشروع تبطين الترع، زي ال 17 مليار اللي اتصرفوا في محافظة بني سويف والمواطن النهاردة بيعيش ويموت ما بيشوفش مية حلوة، زي ال 13 مليار اللي اتصرفوا في محافظة المنوفية في الفيوم والمواطن لحد النهاردة 30% من قرى الفيوم ما عندهاش مية شرب. وفي الآخر مليارات سعادتك وأرقام سعادتك وحياة كريمة معاليك ومستدامة حضرتك وزي الفل، ومحدش بيدور علينا. المواطن المنسي المهمش المهمل اللي محدش بيدور عليه في القرى والنجوع، حاله زي ما هو ومع الأسف بيصير للأسوأ.